هناك استعسر من يقول بأن الوضع المتعزم جدا، لكن ما ردنا نصدرها إلى رعب المشاهد بأنه الأمور خلينا نقول خطرة، عدد الإصابات كبيرة. شنو الغاية يعني؟ ما احنا أقول حاضر وانهى الموضوع بعدين وضعي صعب لازم عني دي شوية شوية. استاذ حسرة هي وياك مو أني دا أقول لك يعني والله العظيم الكثير من المشاهدين فقدوا أحبابهم وكان وضع محزن يعني بشكل يعني أتصور يعني للعلم، وهذه أيضا رسالة المشاهد الحضر هذه المرة بتجديد غير متوقع. يعني تجديد شنو يختلف؟ يختلف لأن أكو مواقف ما كل ما يعرف يقال، يعني أكو مواقف إحنا قد نرى أنفسنا غير قادرين على مواجهتها في وضعنا في وضعنا. أستاذ رائد إحنا وضعنا لا نتصور حياتنا وردية، إحنا عندنا بالعراق مشاكل ترى، يعني لو تشوفها مشاكل أمنية، مشاكل كهرباء، مشاكل أكسجين صحيح. مشاكل يعني عندنا إشكالات كومة ما ناقصين، إحنا تجينا مشكلة أخرى تسبب لنا تكدس المرضى برتهات المستشفيات. طيب زين، فلذلك الكل يعني يجب أن يأخذ حذره، والكل يجب أن تنفذ أوامر القوات الأمنية. شوف هي ترى أسبوعين بالمناسبة، أأكد لك يعني هي الثمانية يعني تقريبا الثمانية بشهر الثالث بالنسبة للمطاعم والهالي. يعني والله أعرف بأنه الوضع صعب على المواطن. تحدثت عن التداعيات كثير منها، لكن خلينا نكون واقعيين. يعني أنا إحنا مو اليوم أكيد من واجبنا كإعلام وكحديث بغداد منبر حديث بغداد لازم يوجه المواطن الكريم بالالتزام بالإرشادات الصحية، لكن أنا هذا المواطن من أنطيه أكون نص يقول لك أنا أطلع باليوم 5000، الكمامات صعدت علي، أنا الكمامة صعدت ضعفين، تقصير حكومي. خمس رائد. إحنا ما نبقى نجي تطلبون من المواطن، يطلب من المواطن بأن يلتزم والإرشادات، وهسه هالمرة غرامات وهو صارت عليه. بس المواطن بالمقابل يقول لك أولا أنا الكمامة صعدت علي، ثانيا أنا الوضع الغذائي مالتي، ثالثا وضع الاقتصادي تعبان، يعني كثير من الأمور كله نرجع المواطن وأرجع المواطن وخطية المواطن. أستاذ رائد، أستاذ المواطن هم رأيهم في جد، وهذا الحظر راح ينهار إذا تبقى على هالوضع. مو خلين نحكي الإن والعلينا. نعم تقصير حكومي واضح. اليوم النفط 63 دولار، عندنا فرق 21 دولار بالموضوع على الموازنة. فإذا يجب أن الكل تعمل، كل متمكن وكل والدولة بداية، الدولة تعرف جيدا قبل عشرة أيام أنه سينفرض هذا الحظر، كلها تعرف، الوزراء يعرفون، ومن يقعد رئيس مجلس الوزراء قاعدين الوزراء كلهم كان المفروض يتفاهموا ويا السيد وزير الصناعة أو ويا وزير التجارة ويقول له وفر لنا كمامات، هذه تركيا هنا بالتريلات، هذه سوريا تنتج، احنا ننتج، ايران تنتج. كان ممكن انه يسوي مفارس طبيه بالمناطق السكنيه بالمنصور بالشورجه بالبغداديه. احنا ناخذ درس، توزع كمامات. احنا مفروض ناخذ درس من ذيك الحمله، من ذيك الجائحه اللي دخلت علينا، راحت الامور رجعت الامور برنت ورجع. هذه تسال عنها الحكومه. المشكله وين نرجع؟ المشكله نرجع وين؟ المواطن لازم تطبق.